يا حاتم ما تنجز يا ابني، بقالك ساعتين قاعد على الكمبيوتر مش عارف تعملها ولا ايه؟ يا بوب لو شايف ايقاعي بطيء تعالى اعملها انت. انت بتذلني عشان ما بعرفش اشتغل على الفوتوشوب، بس لعلمك هتعلمه. لا لا مش حكايه ذل خالص على فكره، بس انت لازم تعرف ان اللي انا بعمله ده صعب وما ينفعش يخلص في دقيقه ولا دقيقتين. ايه الصعوبه في كده؟ انت هتاخد وش الواد عصام هتحطه على جسم بطل الكونغ فو، سهله جدا. يا بوب انت شايفها سهله عشان انت ما بتشتغلش على الكمبيوتر، بس بغض النظر انت شايف ان الموضوع ده هيخيل على هاله؟ لو ما خالش عليها انا هخيله ان شاء الله. جامد انت. طب عصام، عصام لعلمك بقى اتغير جدا، بقى عنده قوه اراده رهيبه لدرجه بعد ما خطف السندوتش رجعه وقال لي هاله. ايه ده والله؟ ها؟ بس انت كده قدامك سكه صعبه قوي يا بوب. يا ابني مش اصعب من موضوع الدكتور هلال ده. انا خلصت الصوره. وريني يا سيدي. الله الله الله، ايه الحلاوه دي؟ حلوه قوي والله. ها اطبع على كده يعني؟ حلو يعني، بص حتى الشكل كده عامل ازاي، وهنا الوش ده وش الجسم. لا الجسم بتاع بطل الكونغ فو. عصام مش اشكال وشه. اطبع اطبع يلا. طيب. دوس برنت. عيني برنت. اديني طبعتها لك. شايف يا بوب الباب اللي ورايا ده؟ مش هطلعك منه غير لما تديني تمن الحباره الجديده اللي خلصتها. ما تيجي تاخدني قلمين يا ايه؟ شايف الباب ومش هتخرج ايه يا ابني الكلام ده؟ وبعدين ما انا ماشي جوه الشقه، يعني هيبقى في جيب البيجامه فيه فلوس؟ اديك اللي انت عايزه. هات وريني هات. كده بقى اخد الصوره اديها لهاله. سوري بس انت اللي هتوديها لهاله؟ بقول لك اخد الصوره اديها لماما هي تديها لهاله، انت ما بتسمعش ولا ايه؟ يلا بسرعه هاله قبل ما يعرفوا انك كسرتي اضراب. مين؟ انا. افتحوا الباب. قافلين الباب بالمفتاح عليكم ليه؟ دي اوضتي يا ماما. اوضتك؟ اوضتك ايه يا ام اوضه؟ ايه اشتريتي اوضتك باللي فضل من مصروفك؟ ممكن لو سمحتي تسيبينا شوية أنا وبنتي عشان عايزين نقول كلام سر؟ أمشي هلا؟ الحقي دي بتستأذنك أنتي، أنا صاحبة البيت يا ماما. ما أنا قلتلك دي أوضتي يا حاجة. طيب لو ما خرجتش دلوقتي الحاجة هتطربق الأوضة فوق دماغك أنتي وهي. لا وعلى إيه؟ جينا معلش يا حبيبتي، يعني ممكن تسيبيني مع مامتي شوية صغيرين؟ أوكي عشان خاطر أنت بس هلا. تصدقي حركاتك دي حركات أجنبية من شبرا؟ يلا برا برا. انا شامه ريحه اكل. ده 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 الاكل اللي انت كنتي بعتهولي امبارح وانا بقالي 3 4 5 ايام ما اكلتوش. ليه بس كده؟ ليه يا هاله حبيبتي؟ المفروض تاكلي قلبي. يا ناس يا ناس عامله اضراب عن الطعام، اعتصام مفتوح، هاكل يعني تموتي نفسك عشان واحد مش طايقك وهيتجوز واحده تانية؟ جايز يتجوز واحده تانية بس انا متاكده انه بيحبك. بيحبك ازاي وهو رايح يتجوز مصيبه غيرك؟ هو بس عشان فاكرني اصغر منه، وبعدين عشان خايف منك انت وبابا. لا مش فاكرك اصغر منه، انت فعلا اصغر منه بكتير، وما يصحش تفكري في الجواز وانت لسه في سنه تانية. يا ماما انت مش فاهمه، انا مش عايزه اتجوزه دلوقتي، انا بس عايزه افركش بينه وبين ساميه عشان لما يبقى يجي يتجوزني ما تقوليش انت كنت متجوز قبل كده. يا سلام، يعني انت ما يهمكيش اذا كان متجوز قبل كده ولا لا؟ عادي طالما هيتجوزني انا عليها هي. امسكي اعصابك يا سلوى، امسكي اعصابك. طيب انا جايبه لك عريس تاني احلى منه واصغر منه ومش هيشوف بنت في الدنيا غيرك انت بس. يا ماما انا مش عايزه اتجوز حد تاني، مش عايزه اتجوز غير دكتور هلال. اسمعي كلام امك، اسمعي كلامي تكسبي، شوفيه يمكن يعجبك. انا جايبه لك صورته. ماشي يا ماما حاضر. ها ايه رايك؟ ايه ده؟ ده جسم العريس. وفين وشه؟ لما يعجبك جسمه ممكن اوريكي وشه. كويس يا ماما. طب الحمد لله المرحلة الأولى عجبتك، ادي بقى المرحلة الثانية وشه. ايه ده؟ ده عصام توك توك. ايوه بالظبط، هو المرحلتين على بعض، يعني ده شكله إن شاء الله لما يخس. بس يا ماما ربنا يهديكي. بصي أول ما يخس قولي لي وأنا عندي ليه عروسة تجنن. ما هو ده شكله لما يبقى يخس إن شاء الله. هبقى أجيب له عروسة تانية ساعتها. مين العروسة التانية دي؟ بنتي من الدكتور هلال. طيب انا في حاجتين بقالي كتير ما عملتهمش بس مضطر اعملهم دلوقتي، اني امسح الباركيه بتاع الشقه واني اديكي علقه وبعدين نبقى نكمل كلامنا.
يلا اتفضلي بره. دي اوضتي يا ماما. ماشي انا اللي هطلع بره. خش يا اوعى يا عم. خش يا قدامي يا خلص يا ما اتلمتش يا نار. ده انت رازل قوي. ايه ده ايه ده انت مكلبش كده ليه؟ عشان هيهرب. ده فظيع. ده بياكل اي حاجه. امبارح قفشه وقعد بياكل في النجفه. اهم حاجه اخدت الاكل مظبوط. احط لي الميزان وزنهولي. ماشي. وزن قد ايه؟ يا نهار ازرق ده زاد 400 جرام. 400 جرام؟ زادهم ازاي ده؟ زادهم ازاي؟ معرفش. هي في ناس اصلي تقريبا كده تسيبها تتخن تجوع تتخن. تجوع تتخن؟ انت بتفتي في اي حاجه وخلاص؟ بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه، انا عايز اكل مفتقه دلوقتي حالا. مفتقه؟ يعني يوم ما تفكر تاكل واحنا بنخسسك تاكل مفتقه؟ الواد ده ما فيش حل معاه، الواد ده ما فيش حل. بقول لك ايه؟ احنا هننزل معاه بالخطه 15 اس على 128. ايه ده ايه ده؟ ده ما يستحملهاش، ده ممكن يتفرتك فيها. ايه 15 اس على 950؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده يعني ايه؟ مالكش دعوه انت، لا اما مفيش هاله خالص، ها؟ وهسيبها تتجوز الدكتور بتاعها. اسمع الكلام. وانت ايه اللي مش عاجبك في الخطه حضرتك؟ لا مش دي المناسبه، انا رايي مثلا 16 اس على 300 دبليو على نخش بيها 352 نهجم مع بعضينا كلنا، نحط شامبو على دماغه برضو. انت بتقول اي كلام؟ انت بتقول اي كلام؟ لا ده انت مالك انت؟ ما انت تنفذ. لا الكتاب ده بقى ايه؟ سيب الكتاب، سيب الكتاب، سيب الكتاب، نفذ اللي انا بقول لك عليه. اللي انا عايز افهمه دلوقتي ال 400 جرام دول زادوا ازاي؟ اكيد في حد بياكله. مين اللي بياكله يا مصلحي؟ دي المفتقه. ايوه المفتقه بقى، مين بيديها له؟ والله العظيم انا. مين اللي بيديها له يا مصلحي؟ والله العظيم انا. احلف، مين اللي بيديها له؟ وحياه ربنا انا. امال مين؟ امال مين؟ مساء الخير. مساء الخير. جرى ايه يا استاذ ممتاز؟ هو انت على طول كده حضرتك متنرفز وبتبص لي شزرا وبتجزلي على اسنانك، في ايه؟ ده اسمه كلام يا استاذه. مديكي ميعاد الساعه 3 تجيني 4 ونص. ايوه في اشياء قدريه بتحصل على غفله. وانا ماشيه على المحور ثلاث لوريات خبطوا في بعض، اسيبهم كده وامشي في حال سبيلي ولا انزل اتفرج؟ قصدي انزل اتابع الموقف. نزلت فعلا عشان اتابع الموقف، لقيت جثث يا حرام مترميه على الارض. قعدت ادور فيهم، قلت ان شاء الله يمكن الاقي جثه حضرتك، ما لقيتهاش. ايه ده جثه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ وبعدين انت اصلا ايه اللي يوديك الدائري؟ ما كنت تعليل المحطه على الاقل قريبه من بيتك. بص حضرتك، دائري محور المحطه اللي جنب البيت، كل دي أماكن مختلفة محتاجة لشخوص مختلفة، لكن أنا شخص واحد بتواجد في المكان الواحد في الزمن الواحد في مكان واحد، ما أقدرش أتواجد في مكانين مختلفين في نفس الزمن لأن أنا شخص واحد. خلاص 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 كفاية. ممكن بقى تردي على سؤال واحد؟ موضوع الحلقة هيبقى إيه؟ محتاجة عشان أجاوب إجابة واحدة محددة إني أقرأ كل الجوابات دي وأشوف منها الموضوع إيه بالظبط. يا نهار اسود، كل الجوابات دي نقعد نقراها؟ ده احنا نبقى في الجلاش خلاص، نبقى في حاله الوفيات على المعاش. معاك حق فعلا. طب ايه راي حضرتك ان احنا نعمل الحلقه دي عن التراش فود اللي هو الجانك فود يعني اللي هو الفاست فود؟ ايوه ما الطرق السريعه يعني. لا اللي هو الاكل اللي اولادنا بياكلوه هو اكل مش صحي بالمره، بيخلي اولادنا عاملين زي الفيل على الفاضي. لا بس هو موضوع بايخ ومستهلك جدا. طب هعمله. يعني ايه هتعمله؟ وانا ايه؟ انا المخرج بتاع البرنامج. وانا سلوى. سلوى عبد الكريم. انا مذيعه واحده، وحضرتك ممكن تتفك بثلاث مخرجين. يا سلام، ايه في ايه؟ انت متخيله نفسك ايه؟ هتخوفيني يعني؟ تحب تشوف؟ لا يا هانم، لعلمك بقى انا ما بخافش الا من اللي خلقني وبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا جباره يا مفتريه. كده؟ كده تخطفي الواد وتعذبيه وتجوعيه وكمان ما تديلوش الموبايل بتاعه عشان ما تطمنش عليه؟ طيب ايه يا استاذ ممتاز، وقفت ليه؟ لا ده انا هروح احضر حلقه الفاست فود. تأمري باي حاجه اودي فينو البيت او كده؟ لا ما تمشيش من المحور بس. ماشي فهمت. سلام عليكم. انت حقك تشكريني وتقولي لي ميرسي ان انت هتخلي لي ابني بني ادم حقيقي اكون فخوره بيه قدام الضيوف وانا بفرجه لهم. حسبي الله ونعم الوكيل. شو بقى يا 46؟ شو بقى يا 47؟
ولا عصام يا تخين انت، عصام يا تخيني، ها؟ هتوصل للألف امتى يا تخ ياسمين؟ انت غرمان حاجة، ما انت واقف جنبي زي برميل الطرش وانا اللي قاعد عمال اعد تحت. عد يا تخ، عد يا تخ ياسمين ياللي مش هتعرف توصل للريت اللي احنا طالبينه يا تخ. عد يا استيخيوس. استيخيوس انت روماني يا عم انت ولا ايه؟ تعال تعال، ها ايه الاخبار يا دكتور سامي؟ كله تمام؟ تمام. اهو يا اولاد زي ما قلت لكم احنا النهارده مشتركين عشان نساعد عصام ان هو يخس. ان شاء الله. لعلمك هيخس جامد، مش ملاحظين؟ بصوا خس قد ايه؟ بقول لك يا والنبي يا دكتور الحقني بعربيتين اسعاف ونص فرخه. فرخه؟ إيه انا مش فاهم فرخه ايه اللي انت عايز تاكلها؟ انا ممكن اكلك بس مش دلوقتي. برافو عليك يا سامي، برافو عليك. ولعلمك ده هيديك امل ان انت كمان تخس، انت ادخل منه خلي بالك. لا يا دكتور معلش انا اسف، ده تخنس كيس. تخنس كيس؟ طب اما نشوف انت هتعمل ايه بعد كده، المهم نخلص منه هو الاول. وانت يا سيدي بالنسبه للنص فرخه هديها لك يا سيدي بس بعد الاختبار التاني. يلا اسمه اختبار كيس الزباله. ايه يا دكتور القرف ده؟ قرف؟ انت تنفس المطلوب منك وانت ساكت. خد ده خد ده، يلا كل واحد يلبس الكيس ده في دماغه. يلا بسرعه، انا عايز كل واحد فيكو يقلع اسهل حاجه لابسها. عايز كل واحد فيكو يقلع تاني اسهل حاجه لابسها. تعالي بس، ما تستغربيش من المفاجاه الجميله اللي هتشوفيها دلوقتي. هتشوفي عصام حاجه تانيه خالص، عقل، رقي، تؤدة، وقار. اضحكوا عليها يا جدعان. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما فيش احنا كنا بنعمل اختبار الذكاء يعني. انت بوظت كل حاجه، بوظت كل خطابنا على فكره. وانا اعرف منين ان انتوا جايين دلوقتي مش تقولي لي؟ كان المفروض قلبك يحس يا اخي. طب خدي تعالي روح تعالي تعالي. ها عايز كل واحد فيكو يقلع اسهل رابع حاجه لابسها. انت فرحان؟ ايوه ده كان اختبار ذكاء. ايوه ما انا كسبت كده، انا لعبت كل حاجه، مفيش حاجه تاني تتقلع اهو. اقول لك مفاجأة؟ انت غبي. الفين ومئتين، الفين وتلتمية، الفين وربع. بسم الله ما شاء الله، ايه الفلوس دي يا كامل؟ خمسة وخميسة، ده ايراد المطعم الجديد في اسبوع واحد يا جبان. ربنا يزيد ويبارك. 2700 2800 2000. ايوه خير. المطعم الجديد اللي انت عملته ده لازم يتقفل فورا. ونقفل ليه يا سرابيع؟ مش عاجبك اكله؟ انا لا يمكن اكل الاكل المؤذي ده، بيتزا وسندوتشات مضروبه وريحه لوحدها تجيب العيا. اوعى تكون قلت كده للولاد. المصيبه انهم عارفين كده كويس ومع ذلك بياكلوا بفتره. طيب الحمد لله. ايه ده؟ انت فرحان عشان الولاد هيعيوا؟ انت اللي منفسن عليا عشان مطعم شغال كويس وجايب ايراد ما حصلش. يا عم حرام عليك، تبيع صحه الولاد بالفلوس؟ الله، واحنا كنا ضربناهم على ايديهم عشان ياكلوا. ماشي ماشي، انا هجيب لك وزاره الصحه لحد هنا تقفل لك المطعم ده، فاهم؟ عاجبك كده يا سي جلال؟ شايف اللي بيقوله صاحبك؟ تبرك بقى لان قاطع رجله ورافده قبل ما يهاوي بناحيه وزاره الصحه. ما تقدرش. ما اقدرش؟ ما اقدرش ليه يا سي جلال؟ نص تلامذه المدرسه جايين على حسه. ما ده اللي هيجنني. يلا يا جماعه ستاند باي، خمس ثواني ونبقى على الهوا. 5 4 3 2 هوا. سيداتي انساتي ساداتي، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من انا وبابا وماما. النهارده هنتكلم عن الوجبات الجاهزه وضحايا الوجبات الجاهزه. الحقيقه معانا النهارده شاب مصري من نت الارض الخضراء، بس للاسف معانا شاب وزنه 120 كيلو منهم 115 كيلو وجبات جاهزه. الشاب ده اسمه عصام، الواقف خلف القضبان. حضراتكم يمكن تستغربوا وتسألوا احنا ليه مكلبشينه موقفينه خلف القضبان بالشكل ده. هقول لكم ان احنا بنحاول يعني
إن شاء الله على السنة الجاية يكون وزنه وصل للنص من خلال رجيم قاسي جدا. والحقيقة قبل كمان إحنا ما نوصل لنفس الوزن ده ونقف معاه خلف القضبان، إحنا بنحاول النهاردة نحل المشكلة دي. عشان كده بنستضيف الأستاذ الدكتور محمود أنور، أستاذ التغذية بجامعة حلوان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. الحقيقة إحنا عملنا استفتاء عن الوجبات الجاهزة وسألنا الناس، يا ترى أنتوا بتتناولوا وجبات جاهزة ولا بتمتنعوا؟ النتيجة كانت 87% بيتناولوا الوجبات الجاهزة، 13% بس هم اللي بيرفضوها. نحب نعرف رأي حضرتك إيه في نتيجة الاستفتاء ده؟ طبعاً الـ 87% دول من الشباب، والـ 13% دول العواجيز اللي زينا. قصدك اللي زي حضرتك بس؟ مش هتفرق كتير. لا يا فندم، بتفرق كتير معايا، ومن فضل حضرتك راعي ملابسك على الهواء. حضرتك قولنا إيه رأيك في الوجبات الجاهزة؟ أولاً معظمها بيتعمل من مواد مخلقة، يعني ما هياش عناصر غذائية طبيعية، يعني كلها مركبات كيميائية مكسبات طعم ورائحة. ده غير المواد الدهنية اللي في الصوصات اللي بتضاف على الأكلات ديت. حضرتك جيت على الجرح يا ماما، على صوصات بموت فيها صراحة. المشكلة إن مطاعم الأكلات السريعة ديت بتكسب كتير جدا، وبتعمل إعلانات أكبر لسندوتشات حجمها كبير، الهدف منها أو الغرض منها توسيع مادة الشباب اللي بياكلوها. توسيع المعدة؟ أيوة، ما كل ما السندوتش كبر كل ما المعدة بتوسع عشان تساعه، وطبعا بيزيد احتياجاتها بالعدد أو بالحجم، وطبعا المطاعم بتبيع أكتر والشباب بتتأذي أكتر وعمليات تدبيس المعدة تزيد أكتر وأكتر. ده لو فشل الرجيم القاسي زي حالة عصام. ودلوقتي بعد ما عرفنا الحقيقة المفجوعة، قصدي الحقيقة المفجعة الخاصة بالوجبات الجاهزة، أحب أقول لكم أن نتيجة استطلاع الرأي بتقول أن 99% من الشباب مصرين على الوجبات الجاهزة، 1% بس هم الممتنعين. إيه؟ مالكم؟ مرصوصين كده ليه زي ما يكونوا قاعدين في الاستاد؟ استنيه الأكل يا بابا. جينا بتحضر الأكل في المطبخ؟ لا ولا أي جينا، احنا طالبين ديليفري. وانت اللي تدفع الحساب. ايه؟ ديليفري عندي نو في البيت ده على جثتي. ليه بس يا بابا؟ هو ايه اللي ليه؟ انتوا مش شايفين عصام والهبل اللي هو فيه والتخن اللي هو فيه؟ ما كل ده من الدليفري. ما هو كل العالم بياكل ديليفري وما حصلوش حاجة يا بابا. اللي أنا بقوله يتنفذ وخلاص، ما فيش ديليفري يخش البيت على رقبتي. اقعد اقعد اقعد. رايح فين؟ اقعد. أكل جه ما أنا عارف. اقعد. مفيش ديليفري يخش هنا. أسعد يا أبو. بتاع البريفري قبل السندوتشات وقف تحت مستني فلوس. بتاع مين؟ البريفري. البريفري. أيوه البريفري. رجعهم له تاني وقول له مفيش سندوتشات هتخش عند الدكتور محمود. ماشي؟ أولادك اللي طلبوا. أما هم طلبوا بس غلطوا. رجعهم له عشان يحرم. بريفري. أنا بريفري يخش بيتي. بريفري قال. على فكرة بقى اللي حضرتك بتقوله ده اسمه ديكتاتورية مرفوضة. انا ديكتاتور، وخصوصا بقى في موضوع الاكل، ما فيش ليفري يخش البيت. طب احنا جعانين دلوقتي، هناكل ازاي ولا هناكل ايه؟ اتصرف، روحوا لجينا خلوها تعمل لكم تورلي مثلا. ايه تورلك ده؟ ما اسموش تورلك، اسمه تورلي. ده مجموعه من الخضروات، خش مع جينا في المطبخ وشوفها وهي بتعمله. ادخل معاها. ديليفري ما يخشش عند البيت. بايظة دكتور محمود، خش عنده دليفري. صح الله العظيم، ونقعد نعلم ونربي. يا سلام، سندوتش همبرجر دبل تشيز، اي قطعتين من الجبن السائحه.